مرحبا واهلا وسهلا فيكم عن جديد بقناتي. بفيديو اليوم رح نعمل مع بعض ماسك لتفتيح البشرة ورح تلاحظوا على النتيجة من اول مرة. فاذا كنتوا حابين تعرفوا شو هذا الماسك خليكم عم بتتابعوني. بس قبل بحب اذكركم اذا لسه ما كبستوا على زر الاشتراك ضروري هلا تكبسوا على زر الاشتراك وصورة الجرس لحتى يوصلكم مسج اول ما بينزل الفيديو. طبعا على قناتي على اليوتيوب بتشوفوا كتير فيديوهات للميك اب، بس أنا بأمن إنه لازم يكون البشرة عنا حلوة وصحية علشان يطلع الميك اب عنا حلو. لهيك قررت إني أصير أحط لكم خلطات ووصفات أنا بستعملها وموجودة عندكم بالبيت، بتقدروا أنتوا كمان تستعملوها وتفيدوا بشرتكم لحتى يطلع معكم الميك اب أحلى، كمان حتى تكون بشرتكم صحية أكتر. طبعا بهذا الفيديو رح نعمل مع بعض هذا الماسك اللي هو وظيفته إنه يفتح البشرة. هلا مش إذا أنت بشرتك سمرة رح تصيري بيضة، لا هذا الإشي مستحيل وهذا الإشي ما بيعمله هذا الماسك، ولكن وظيفته إنه يشيل التصبغات من البشرة، يوحد لون البشرة، إذا كان عندكم حروق من الشمس ممكن يساعدكم كمان بإنه يرجع لون بشرتكم الأصلي. هذا الماسك اللي هو بيحتوي على الليمون، بياض البيض، نشا واللبن، هدول هم مكونات هذا الماسك ورح تستعملوه تقريبا مرتين بالأسبوع أو مرة بالأسبوع حسب حاجتكم. طبعا فوائد هذا الماسك كتيرة، من أهمها ترطيب البشرة، وإذا كانت بشرتكم جافة وفيها قشور هذا الإشي رح يساعدكم بسبب وجود اللبن. كمان بفتح البشرة وبخلصكم من البكتيريا الموجودة عليها، وهذا الإشي بيعمله الليمون. بقلل الإحمرار والتهيج بالبشرة، وخصوصا إذا كنتم متعرضين للشمس كمان هذا الإشي بيساعد بوجود اللبن. بسكر المسامات الواسعة، وهذا الإشي بسبب وجود النشا وبشد لكم البشرة. وهذا الخليط كامل بيساعدكم انه بشرتكم تحارب علامات الشيخوخة المبكرة والخطوط. وكمان هذا الماسك بعطي بشرتكم كتير فيتامينز، من اهمها فيتامين سي، هذا الفيتامين اللي بيساعد انه يفتح البقع الداكنة الموجودة بالوجه عندكم. اوكي يلا نبدأ مع بعض بمكونات الماسك. اول شي رح ناخد بياض بيضة، تاني شي احنا بحاجة لليمونة، ثالث شي احنا بحاجة لنشا الذرة، رابع شيء احنا بحاجة للبن، بمصر بيحكوا له اي ثينك زبادي اذا مش غلطانة. اوكي هلا بصحن فاضي رح احاول اني اخذ بياض البيضة، لو اني فاشلة كتير بهذه العملية بس رح احاول. لا بلاش اعملها هون، بلاش ابهدل الدنيا. وهلا على بياض البيضة رح نعصر هذه الليمونة، طبعا ما تكتروا كتير عصير ليمون. هلا رح ناخد شوي من هذا اللبن، يعني تقريبا معلقتين، هاي اول معلقة لبن، هاي تاني معلقة لبن. هلا رح اخد شوي من نشا الذرة، تقريبا نص معلقة، ما تكتروا كتير نشا. وهلا بشوكة رح نخلط مع بعض المكونات، وهيك بيكون شكل الماسك. هلا رح اخذ من هدول الشيت ماسك، طبعا هدول الماسكات بتقدروا تشتروهم بكل سهولة عن طريق امازون، بيجوا مثل هيك. اللي رح اعمله اني رح احطه على صحن مثل هيك، ورح ابدا احط من الخليط تبعي على الماسك، ورح امسح الفاونديشن لحتى نحطه مع بعض. بحب أأكد عليكم طبعاً إنه لما تحطوا الماسك ضروري ضروري تكونوا مغسلين بشرتكم ونظفينها كتير منيح. طبعاً هذا الحكي ما بنفع، بيكون في ميك اب ونحط ماسك ما بنفع، بس أنا عشان أفرجيكم كيف بتقدروا تحطوا هذا الماسك أكتر. رح أخذ هذا البروش، رح أخذ شوية من هذا الماسك وأوزعه على بشرتي. طبعاً اللي ما عندها شيء عادي بتقدر بس تستخدم هذا وتوزعه على بشرتها، تسترخي لمدة 20 دقيقة. طبعا هو كتير بارد وبهدي، يعني سبيشالي اذا حطيتوها هاي المنطقة اذا في عندكم انتفاخات راح تروح. هلا بعد ما وزعنا هذا الماسك راح ناخد هذا الماسك ونحطه على وجهنا، يا رب ما تتوسخ الشعر. اوكي صار عندنا رموش باللبن، طبعا لا تخافوا هو رح يلزق لحاله.
طبعا رح تتركوا هذا الماسك على بشرتكم لمدة من 15 ل 20 دقيقة، استرخوا لحد ما تحسوا انه المكونات بلشت تنشف على وجهكم، وبعدين رح تشيلوا هذا الماسك طبعا بس ينشف على وجهكم. طبعا اذا استنيتوا لباقي المدة هذه المكونات لسه رح تكون البشرة شاربتها اكتر. اللي رح تعملوه انه رح تغسلوا وجهكم، تعملوا مساج. طبعا بس ينشفوا المكونات رح تحسوا انه بشرتكم شدت، لانه في عنا نشا وفي عنا بياض البيض، وهدول الاشياء بتساعد انه تشد البشرة. طيب اوكي، خلوني هلا اروح اغسل وبرجع لكم. طيب انا خطر على بالي اعمل تيست انا وياكم. رح هاي ايدي تنتين ناشفين، رح احط شوي من هذا الماسك على هذه الايد ونشوف شو بصير، ورح نتركه شوي ينشف، رح نشوف اذا في رح يكون في فرق بين هذه الايد وهذه الايد. اوكي هلا زي ما انتم شايفين نشف الماسك على ايدي، هلا رح اشيله بقطن. طبعا مش عارفه اذا مبين معكم بس اكيد واضح الفرق بين هذه الايد وهذه الايد. هلا هو مش فرق كتير كبير يعني، بس فتحت هذه عن هذه من استعمال واحد. هلا مش هذه كتير صارت بيضة وهذه سمرة، لا، ولكن بنقدر نقول فتح لدرجة لدرجتين، وهذا الاشي كتير ممتاز ومنيح. ومن اهم العوامل اللي خلت فرق بين هذا الايد وهذه الايد انه شال الطبقة الميتة، شال الخلايا الميتة. فبتمنى انتوا تجربوا هذا الماسك وتحكوا لي شو رأيكم. بهيك بنكون خلصنا مع بعض هذا الماسك لتفتيح البشرة. بتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم واستفدتوا وتعلمتوا تعملوا هذا الماسك بمكونات موجودة عندكم بالبيت ووفرتوا كتير مصاري. فإذا حبيتوا هذا الفيديو، حبيتوا هذه الفكرة، بليز ما تنسوا تعملوا لايك وكومنت وتحكوا لي عن ماسكات انتو بتعملوها عندكم بالبيت لحتى أنا أجربها ونعملها مع بعض على اليوتيوب. وأكيد ما تنسوا تكبسوا على زر الاشتراك وصورة الجرس لحتى يوصلكم مسج أول ما بينزل الفيديو. بشوفكم بالفيديو الجاي.